جرعة جديدة تقرها ميليشيات الحوثي في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، جرعة لتفاقم حال اليمنيين وتستنفد ما تبقى من صبر. يزيد عدد الجائعين في اليمن فيزداد حوثيون ثراء. أهلا بكم. 1000 ريال أو أقل قليلا، زيادة في أسعار الوقود أعلن عنها الحوثيون لتفاقم الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون منذ الانقلاب. لم ينسى اليمنيون الجرعة التي كانت لافتة أسقط بها الحوثيون الدولة ليذيقوا الشعب ويلاتها الآن. وفيما يزداد وضع الناس سوءا لتكتفي نصف الأسر اليمنية بوجبة واحدة، يتسابق الحوثيون في إثراء أنفسهم عبر بيع الوقود الإيراني الذي يوصلهم في الأسواق بأضعاف سعره الطبيعي. يرتفع الوقود فيرتفع معه كل شيء، المواصلات والمواد الاستهلاكية المرتبطة بمعيشة المواطنين، ولا أحد يقوى على الشكوى، فتهم الخيانة والعمالة والسجون تنتظره. لا ضوابط ولا مؤسسات، أصبحت البلد سوقا سوداء كبيرة يديرها لصوص يسرقون الإغاثة واللقمة من أفواه الجائعين. هتف الحوثيون مطالبين بإسقاط الجرعة فأسقطوا بلدا، لكن اليوم وبعد أن سيطروا على مقدرات الدولة وأصبحت مؤسساتها مع إيراداتها بأيديهم، بات بوسعهم أن يعلنوا جرعة تلو الأخرى. فبعد ساعات فقط من أزمة خانقة في أسعار الوقود والغاز المنزلي، توقفت على إثره حركة السير في مناطق سيطرة الميليشيا وتحديدا صنعاء. تعلن شركة النفط رفع أسعار الوقود بجرعة سعرية جديدة. تقول الوثيقة الصادرة عن شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين إنه تم إقرار رفع سعر مادة البنزين إلى 7300 ريال لكل 20 لترا، أي ب365 للتر الواحد، فيما كان السعر السابق 6500 ريال. كما رفعت سعر مادة السولار إلى 8600 ريال لكل 20 لترا، أي 430 للتر الواحد. لا يملك اليمنيون وقتا لإحصاء أوجاعهم ولا الجرع التي أثخنت الميليشيا بها حياتهم، فمشروع الخراب الذي حملته الميليشيا معها لكل اليمنيين لم يعد يترك متسعا لهم لأخذ استراحة بعد أن تحولت البلد إلى سوق سوداء كبيرة. تلك البلاد التي سقطت تحت لافتة إسقاط الجرعة أذاقت اليمنيين طوال 4 سنوات كل أصناف القهر والتعذيب والدمار وأزمات لا تكاد تنتهي. ومن عمق المأساة التي يعجز العالم عن احتواء الأزمة الإنسانية التي تهدد ملايين اليمنيين، لا تتوانى ميليشيا الحوثي في مضاعفة مأساتهم عبر رفع أسعار الوقود الإيراني ببيعه بأسعار مضاعفة تتجاوز قيمته السوقية. يرقب اليمنيون مخرجاً ينقذهم من دائرة الحرب والجوع التي أحاطتها بهم الميليشيا من 4 سنوات، ولكن من يملك الحل الآن؟ مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث الدكتور عادل دشيلة. أهلا بك دكتور عادل. مرحبا بك. حياكم الله. إذن دكتور، جرعة جديدة يقرر الحوثيون في مناطق سيطرتهم، البترول يرتفع هناك وأسعار السولار أيضا إلى حدود 8600 ريال، في ظل ظروف صعبة يمر بها الناس، كيف تتابع كل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذا ليس بغريب على جماعة ميليشاوية أن تكتات على قوت الأبرياء والضعفاء والمساكين والجوع في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن. فنحن أمام عصابة انقلابية نهبت كل شيء، بما في ذلك مؤسسات الدولة، بما في ذلك حتى المؤسسات الخاصة، وبالتالي ليس بغريب أن تقوم جماعة الحوثي اليوم يعني برفع الجرعة وما إلى ذلك. وإذا كانت هذه الجماعة الانقلابية التي جاءت إلى السلطة يعني جاءت على أساس أنها
تبعد الجور عن الفقراء والجوعى، ولكنها جاءت وزادت الطين بلة وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. وبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية بأن هذه الجماعة قد ربما نرى يعني في الأيام القادمة كوارث إنسانية أكثر مما هو حاصل الآن إذا لم يتم إنهاء الانقلاب في أقرب وقت ممكن، لأن هذه الجماعة لن تتورع ولا تحترم الحقوق ولا تحترم يعني الأبرياء، حقوق الأبرياء ولا المواطنين ولا القيم الإنسانية، بل أنها ستستمر في المتاجرة بقوت الضعفاء حتى آخر رمق لها. طيب في هذا السياق المواد النفطية تصل إلى الحديدة، هناك بعض الأخبار عن عرقلة معينة أو تأخر في إصدار بعض التصاريح، لكن في نهاية المطاف هناك نفط في أو مواد بترولية في مشتقات نفطية في صنعاء يصل إليها هناك. هذا الحوثيون دوما ما يتشدقون بالحصار أو يقولون أن الحصار بسبب يعني يسبب هذه الأزمات بداخل البلد. حتى بيان الجرعة الذي خرج من شركة النفط الموجودة في مناطق سيطرتهم يتحدث عن ذلك. برأيك هل هناك فعليا هكذا نوع من إعاقة من قبل التحالف من قبل جهات أخرى؟ أخي الكريم، صحيح أن هناك بعض الإعاقات، لكن بالنسبة للجانب الإنساني ميناء الحديدة مفتوح، أيضا الغاز مفتوح من داخل المأرب، وأيضا النفط مفتوح من داخل المأرب، وكل المناطق يعني مفتوحة لجماعة الحوثي، وهناك يعني عملية تبادل يعني للسلع التجارية والسلع الغذائية بين المحافظات يعني بما في ذلك التي تصدر عليها جماعة الحوثي. أخي الكريم، لو جئنا لتوصيف الحقيقة، يعني نحن أمام جماعة انقلابية هي تعتبر امتداد تاريخي للحركة الإمامية المتوكلية الهاشمية. طبعا كان الإمام يحيى في الأربعينات من القرن الماضي كان يحاول، بل أنه كان يفرض هذا الوضع المأساوي. كانت مؤسسات الدولة آنذاك كان يوجد القمح وما إلى ذلك، وكان يترك المواطنين يموتوا من الجوع في الطريق، وكأنه يتبع يعني سياسة يعني جوع كلبك يتبعك. فكان يقول له أحد المشايخ، قال له يا مولانا هنا لدينا مخازن ومدافن، تسمى مدافن باللهجة العامية أي أماكن لحفظ القمح وما إلى ذلك، فلنصرف على الفقراء. قال فترة اتركهم، من عاش فهو عتيق ومن مات فهو شهيد. فكان يقول هذه العبارة كان يكررها الإمام. طبعا الإمامة دائما هو من أسلوبها أن يظل الشعب فقير، وأن يظل الشعب يعني أن يظل في حالة مأساوية، وأن تكون الكوارث متواجدة. أينما وجدت الإمامة وجدت الكوارث، والتاريخ يحكي لنا ذلك. في وقت الإمام يحيى لم نرى الطاعون والأمراض والجوع والفقر إلا في وقت الإمامة، أيضا في وقت الإمام المطهر، في وقت الإمام القاسم، في وقت الإمام، وكل هؤلاء الأئمة. حتى جماعة الحوثي عندما كانت تتغنى في العام 2013 كانت تتغنى بالجرعة وما إلى ذلك، وتقول بأنها تريد أن تدافع عن الشعب. وصلت إلى السلطة عبر هذه المهزلة التي كان يتشدق بها زعيم الكهف عبد الملك الحوثي، حتى وصلت إلى السلطة فأخذت تنكل بهؤلاء الأبرياء، وأخذت تجوعهم، وأخذت يعني تذوقهم المر كما هو حاصل الآن. وبالتالي الجماعة الحوثية مهما اختلقت من أعذار ومن مبررات فهي في الأخير يعني تكذب كما تتنفس بحسب توصيف محمد جميح. طيب لماذا هم يقوم يعني الفكرة كيف يمكن أن تستخدم جماعة ما خطابا أسقطت به الدولة؟ يعني كيف الآن أو عفوا كيف يمكن لها أن تقوم بتصرفات هي ذاتها التصرفات التي يعني أدخلتها إلى العاصمة صنعاء؟ طبعا لو 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 يعني عندما كانت معارضة والآن نعم تقوم نعم بها كحكومة نعم أو سلطة أمر واقع. نعم، لو نأتي إلى تاريخ الحركات المؤدلجة، تقول الكاتبة الألمانية هانا أرنت تقول بأن الجماعات الدينية عندما تأتي إلى السلطة تستخدم الأبرياء حتى تصل إلى السلطة، فعندما تصل إلى السلطة تستخدم هؤلاء الأبرياء ضد النبلاء الذين يحاولون مساعدة الفقراء. أيضا بحسب توصيف أرسطو عندما تكلم عن الجماعات الدينية في أوروبا، قال بأن الظلمة في العصور الوسطى كانوا يستخدمون، أي أنهم كانوا يتكلمون عن العدل والمساواة وعن الفقراء وما إلى ذلك. فعندما يصلون إلى السلطة معنى ذلك أن يكونوا هم الحكام وأن يظل بقية الشعب أي فقير وما إلى ذلك. وبالتالي هي سياسة، هي تعتبر ليست سياسة وإنما ثقافة أيديولوجية طائفية قائمة على تفكير أن يكون الشعب مجرد يعني فقراء، مجرد عقفة، مجرد خدم، مجرد حشم، مجرد يعني
مجرد حراس أمام أبوابهم. هذه السياسة التي كان ينتجها أجداد عبد الملك الحوثي والأسرة الهاشمية بشكل عام. نحن عانينا من هذه الأسرة الهاشمية، وبالتالي نحن نتوقع كل شيء من هذه الجماعة الإنقلابية. يا أخي الكريم، إذا كانت هذه الجماعة الإنقلابية تضرب أبناء حجور بصواريخ باليستية، لم يحدث في الكرة الأرضية أن جماعة ميليشياوية تضرب الأبرياء بصواريخ باليستية أو حتى عن أو حتى يعني انقلابات عسكرية أو حتى كذا، فما بالك إذا كانت تصفي أبرياء الأكثر من منزل، تفجر على ساكنية، تنهب في الطرقات، تقتل حتى الأسرى. إذا كانت هذه الجماعة لم تتورع وتحترم يعني قوانين الحروب، فما بالك بالأشياء الأخرى. وبالتالي نحن نتوقع منها كل شيء، ولا حل أمامنا سوى أن هزيمة الانقلاب في أقرب وقت ممكن، وإخراج هذه السلالة من العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات كي ينعم الشعب اليمني بالخير والأمن والسلام والاستقرار. طيب، دعنا نشك معنا في الحوار دكتور عادل محمد اليمني، الناشط المجتمعي الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك سيد محمد. إذن أنت عايش في صنعاء، كيف تلقيتم؟ أهلا وسهلا بك. أنت عايش في صنعاء، إذن كيف تلقيتم خبر الجرعة الأخيرة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية؟ يا عزيزي، بالنسبة للجرعة أصبحت شيء أو نوع من أنواع العذاب الذي تلقاه المواطن اليمني بين الحين والآخر. لذلك أصبح يتلقى هذا العذاب ولا يبالي، يعني ولا يستطيع أن يصنع شيء. من خلال ما يعني معايشة الوضع هناك في صنعاء، هل هناك يعني هل تلاحظ طوابير أمام محطات الوقود؟ هل الوقود متوفر هناك؟ كيف هو الوضع من هذه الناحية؟ أقصد في بداية كل أزمة يتسارع المواطنين إلى محطات البنزين ليحاول أن يحصل على حتى لتر واحد من هذه المادة لكي يستطيع أن يعيش، إما صاحب السيارة، إما أصحاب السيارة الأجرة، إما ولا حول له ولا قوة إلا أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا يصنع؟ يعني الناس كيف الناس في هذه اللحظة، من خلال يعني هل تعود الناس من أكثر من مرة حصلت هذه الجرعة، تعودوا الناس ولا كيف؟ الناس لا يريدون أن يتعودوا على مثل هذه الحالات، لكن أصبحت فرض عليهم أن يطور أو يمسك سرة أو يضع نفسه في هذا الموقف. طيب محمد، هل سمعت بتجارب أو نماذج ل يعني لما نتحدث عن الوضع المعيشي الصعب الآن، أحكي لنا قصص لناس الذين تراهم بهذا الوضع المعيشي الصعب، ما هي كيف هو جدول حياة الناس في يوم ما من صنعاء؟ انقل لنا الصورة من هناك. تستطيع أن تقول أن صنعاء سجن كبير يعيش فيها اليمنيين أو القاطبين في صنعاء مأسورين، لا يستطيعون أن يسمعوا شيء، وما المعيشة إلا نوع من أنواع العذاب يتلقونها، أو من كما تقول أعمال شاقة. طيب سأسألك يعني أنا أذكر توقع قبل يومين، امرأة لديها طفلتين وهنالك شخص يعني مرتديان الملابس، يعني الناس يعني تستطيع أن تقول الناس مرتاحة، فذهبت إليهم تطلب المساعدة منهم، فأحدهم بضحكة يقول لها يعلم الله كم لديك عمائر. ما كان منها إلا أن جلست وبكت بكاء القهر في أعينها. الله المستعان، الله المستعان. طيب محمد، تفضل بالبقاء معي. دكتور، سمعت ما قال محمد، هذا وين وصل وضع الناس هناك الآن في صنعاء، هل هذا الأمر يتكرر بشكل دائم؟
طبعا أخي الكريم، الإمامة دائما كما ذكر الشهيد محمد محمود الزبيري في كتابه الإمامة وخطرها على اليمن، بأنه من ضمن أيديولوجيا الإمامة أنه من أحبنا آل البيت فليستعد للبلاء جلبابا، أي أنه يستعد للبلاء، وهم يبنون الطيرمانات والعمائر وأولادهم في أرقى الجامعات والمدارس وما إلى ذلك. هذه هي الثقافة الأيديولوجية للحركة الهاشمية السياسية منذ قرون طويلة. نحن أمام عصابة ميليشاوية سلالية تؤمن بحقها الإلهي في الحكم، وبالتالي نحن الآن قلوبنا مملوءة بالغبن على أبنائنا في الحديدة، على أبنائنا في صنعاء، على أبنائنا في تلك الجبال، المناطق الجبلية في المحويت وحجة وما إلى ذلك. هناك من يقتات يعني من المخلفات من القمامة، هناك من لا يستطيع الخروج من داخل منزله لأنه يشعر بأنه احترام كرامته وكبرياء تجعله بأن يضطر وأن يموت جوعا، بل أن هناك أسر يعني ماتت من الجوع في وأنا متأكد من هذا الكلام، بأن هناك أسر قد أصابها الجوع، بل أن البعض منهم أصابها المرض ولم يستطع حتى إشراء حبة واحدة، منهم من هو معتعم في مرض السكر وما إلى ذلك. هذه حركة عصابة دينية كهنوتية قائمة على الدم، أي أن ثقافة الدم وثقافة العنف وثقافة القتل وما إلى ذلك هو متجذر في عقليتها. هم لا يؤمنون بالآخر، لو كانوا يريدون سلما وكانوا يحبون السلم كنا رأينا البلد قد توصلنا إلى حلول منذ 4 سنوات. نحن الآن ندخل في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة، لا أعرف يعني الآن في السنة الرابعة أعتقد الآن، وعلى مدى 4 سنوات وهذه العصابة تنكل بأبناء الشعب اليمني أشد تنكيل، سواء من حيث تدمير البنية التحتية، من حيث اقتحام البيوت، من حيث تجويع الشعب، من حيث الفقر، من حيث المجاعة. يعني الإمامة إذا حلت في صنعاء، وهذا هو قدر صنعاء على مدى أكثر من 10 قرون من الزمن، أن الإمامة إذا دخلت صنعاء فلتستعد للفقر. أخي الكريم، كان في وقت الإمام يحيى كان الناس يموتوا في الطريق لا يجدون لقمة العيش في الطرقات، كان يأتي المسافر عبر الجمال أو فوق الحمير ثم يأتي إلى منتصف الطريق ويصاب بالجوع ثم يموت بعد ذلك. حتى أن أحد الشيوخ قال: يا مولاي فلتتق الله في هؤلاء. قال: فلتسكت. ثم خرج ذلك الشيخ قال: اسمعوا يا الأب للقبائل، قال: اسمعوا والله إذا الإمام يحيى يؤمن بالله واليوم الآخر أقطعوا رقبتي. هذا لا نعرف من أين جاء. هذه هي الإمامة لخص هذا القبيلي بعبارة بسيطة، أنهم بعيدين كل البعد عن الإسلام وعن الرحمة، لا توجد فيهم رحمة ولا توجد فيهم شفقة ولا توجد حتى أنهم حتى القيم الإنسانية التي نتشاركها جميعا كبشر لا توجد لدى الإمامة الأسرة الهاشمية. هذه الهاشمية السلالية ينبغي تجريمها، هي تقوم على العنف، وبالتالي لا حل ولا سلم ولا حوار، ولن نستطيع أن نقضي على الفقر والمجاعة إلا إذا أخرجنا هذه العصابة بالحل العسكري وليس السياسي. طيب دعنا نعود إلى محمد. محمد، الناس يعني يتحدثون، يعني الناس بيقولوا بشكل عام أن الوضع في صنعاء الأمور سابرة، يعني في ناس كثيرين بيتكلموا بهذا اللهجة، العماير بتنبني، الناس بيأكلوا بيعيشوا بيخرجوا، ما فيش حاجة يعني بتحصل. هؤلاء كم يمثلوا برأيك؟ أصبحت الدنيا سابرة عندما جلبوا لنا كلمة سابر. أما لماذا لا يسأل الأستاذ الذي انقطع راتبه منذ حوالي 4 سنوات أو 3 سنوات هل هو سابر فعلاً؟ لماذا لا يسأل المتسولين في الأسواق، في الطرقات، في أي مكان، لماذا لا يسألهم هل معيشتكم سابرة، هل أنتم سابرين مثل ما نحن سابرين؟ لا يتكلم عن المعيشة أنها سابرة إلا من استفاد من هذه الحرب، وهو طرف مستفيد منها. وكل ما طالت الحرب، كل ما طالت سابر، كل ما طالت معيشته السابرة. طيب برأيك محمد، هل يعني لما دخل الحوثيين صنعاء لاحظنا أنه هناك كان وقتها كان في حديث عن زيادة سعرية في أسعار البترول بشكل عام، الناس خرجوا، كان في مظاهرات ضد هذه الجرعة، الآن الناس ممكن يخرجوا برأيك؟ الآن لا يستطيع الناس أن يخرجوا، الآن خرجوا الناس لأنهم خرجوا في وجه حكومة وفي وجه دولة لا يمكن أن تطمعهم أو
أو أنها تعارض مطالبهم، لأنها تعرف أن مطالبهم حق، فأن المواطن اليمني لا يمكن أن يسمح بمثل هذه الجرعة أو بمثل هذا المبلغ الذي ارتفع فوق سعر البنزين أو أي نوع من أنواع المشتقات النفطية. أما الآن لا يستطيع أن يخرج هو، لأنه يعرف مصيره، لأنه يعرف أنه سيكون مخفيا أو قتيلا. لذلك قلت لك سيقول الجميع حسبنا الله ونعم الوكيل إلى أن يخرجها الله ونعم بالله. شكرا محمد اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء وأنت الناشط المجتمعي، وعن الله الناس هناك. أعود إليك دكتور، لن يخرج الناس حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ما رأيك؟ لا، هذه العبارة خاطئة، لأنه الآن الشارع محتكم. نحن الآن الشارع اليمني هو لا هو الآن لو عرف الناس في العاصمة اليمنية صنعاء المغتصبة من قبل هذه الميليشيات بأن هناك سندا وظهيرا لهم، كنا رأينا تحركات. صحيح أنه عندما خرج بعض الناس يعني هم فاقدين الثقة، يعني بكل تأكيد هذه النبرة نبرة فاقد ثقة بالحكومة الشرعية وبالدولة الشرعية، وإلا لما رأينا هذه النبرة في الشارع اليمني. الناس في صنعاء ينتظرون الجيش الوطني الشرعي على أحر من الجمر، إخواننا في المحافظات الشمالية في المناطق الجبلية ينتظرون دولة شرعية. الناس تبحث عن لقمة العيش، الناس تبحث عن الرزق الحلال، الناس تريد التعليم، تريد الأمن، تريد الصحة، تريد السلام، تريد الخير، الناس لا تبحث عن الحروب. هذه عصابة جاءت بلغة الدم كما ذكرت لك قبل قليل، يعني في العام 2013 عندما كان الحوثي وكان يطالب بالجرعة وقال بأن الشعب اليمني يعني سيكون هناك يعني من مادة الغاز والأحجار، قال بأن الشعب اليمني يستطيع أن يوفر المواد الأساسية من مادة الأحجار. طيب ما شاء الله، أعطانا أحجار، بل أعطانا قنابل وأعطانا ألغام وأعطانا متفجرات، ولدينا الآن يعني أكثر من مئات الآلاف من الألغام. نحتاج إلى 3 عقود من الزمن حتى ننزع الألغام التي زرعها الحوثي وعصابته في جبال وسهول ووديان يمن. الناس خرجوا في العام 2013 لأنهم كانوا يحسوا بأن هناك دولة تحترم حتى الحقوق الأساسية للمواطن. كان هناك دولة بالمفهوم القانوني والشرعي تحترم الحقوق الأساسية للمواطن، ولا يمكن لها أن تقوم ضد هؤلاء الأبرياء وأن تقوم بقمع الأبرياء. كان هناك دولة ذات سيادة، دولة يعني مسيطرة على مؤسسات الدولة، فخرج الناس، طبيعي أن يكون هناك تظاهر سلمي. لكن اليوم أنت أمام عصابة، يعني مجرد أن يكون هناك أخي اعتدوا على النساء، حتى القيم المجتمعية والأعراف والعادات والتقاليد القبلية دمروها جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. كان اليمني إذا مشى بسيارة يمنع أن ينظر إلى المرأة اليمنية أو أن توقف السيارة إذا كانت المرأة اليمنية بس فوق السيارة. الآن جماعة الحوثي يضربون النساء، بل أن هناك قصص مؤلمة عما يحصل في السجون السرية لجماعة الحوثي وضد المرأة وضد الأطفال وضد الشيوخ وضد ما إلى ذلك. وبالتالي جماعة الحوثي الآن هي تحكم صنعاء، يعني الآن صنعاء هي محروسة بوحوش بشرية، أصبحت صنعاء سجن أو جغرافيا كارثية. هذه الجغرافيا الكارثية يحيط بها مجموعة من الوحوش البشرية التابعة أو نسميهم العكفة، التابعين للحركة الإمامية الهاشمية الزيدية التي تغتصب السلطة. طيب يعني هناك من يتحدث على أن يعني وجهة النظر التي تقول أن الوضع في صنعاء والناس يعيشون، وهناك من يتحدث على أن المولات تفتح، المراكز التجارية تفتح، الأسواق تمشي، العماير تبنى، العمارات تبنى أيضا. من هؤلاء الذين يعيشون في ظل هذا الوضع الذي نقله لنا محمد اليمني من صنعاء؟ هؤلاء هم تجار الحروب من أتباع الطبقة الهاشمية السلالية. محمد الحوثي اشترى عمائر، وأخبرني أحد الأصدقاء من محافظة إب إلا أنه تحفظ أن يعطيني البصيرة، اشترى منزل داخل جنب شارع في شارع القيادة ب2 مليار ريال قبل عام ونصف، ب2 مليار ريال، أي محمد علي الحوثي قائد ما يسمى باللجنة الثورية، واشترى منزل آخر ب200 مليون ريال في نفس شارع الدائري. هذا محمد علي الحوثي. إذا كنا أمام هذا ما يسمى برئيس اللجنة الثورية، هذا فساد بسيط. أما بالنسبة للحركة الهاشمية المتفرعة، منهم من بيت المطهر وبيت المتوكل وبيت الوجي وما إلى ذلك وبيت الحوثي، ها الآن صنعاء أصبحت الآن كل العمائر سواء في حد أو في المناطق في 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 أما بالنسبة للجراف فقد أصبحت الضاحية الجنوبية في بيروت. بالنسبة لمنطقة الجراف أصبحت محصورة على الطبقة الهاشمية، والمناطق في حزيز ومناطق أخرى
أيضا في باب اليمن وما إلى ذلك. الآن من يستغل هذا الوضع المأساوي هم جماعة الحوثي، الطبقة الهاشمية السياسية. جماعة الحوثي أو ما يسمى عبد الملك الحوثي ما هو إلا رمز ديني. هناك جماعة ميليشياوية سياسية هي من تدير صناعة القرار لهذه العصابة الميليشياوية في العاصمة اليمنية صنعاء وفي العالم الخارجي وفي العواصم الأوروبية. هذه العصابة السلالية هي المستفيدة من الوضع الحالي، هي مستفيدة من التهريب، هي مستفيدة من الكوارث. حتى المعونات التي تأتي من اليهود والنصارى بحسب زعمهم من المنظمة الدولية، هناك اتهامات لجماعات الحوثي بأنها، وقد تكلم أحد يعني من هو خاص بالشأن الإنساني، قال بأن جماعة الحوثي تأكل اللقمة من أفواه الفقراء، تكلم هكذا، تكلمت الأمم المتحدة. إذن الآن نحن أمام عصابة، نحن أمام كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد أعلنت الحكومة اليمنية قبل يومين بأن منطقة كوشر أصبحت منطقة منكوبة، ودعت العالم الخارجي والأمم المتحدة. إذا كنا في منطقة واحدة، اليمن منكوب بأكمله، اليمن منكوب بأكمله، نحن اليمن أصبح بلد منكوب في ظل هذه العصابة الميليشاوية التي تغتصب السلطة. وبالتالي لا ينبغي ألا نعول على العامل الخارجي، ينبغي ألا نعول على الدول الإقليم، ينبغي ألا نعول على المجتمع الدولي، ينبغي ألا نعول على غريفيث، ينبغي أن نعول على أبناء جلدتنا، وينبغي أن يكون هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية، وأن يكون هناك جهة وطنية تستطيع أن تقود البلد إلى بر الأمان. ما لم فستستمر المجاعة الإنسانية، وسيكون هناك صومة أخرى للبلد للأسف الشديد، ونحن قادمون على مجاعة إذا لم يتم إنهاء الانقلاب في أقرب وقت ممكن. ربما أهل الصومال باتوا يتحفظون على استخدام هذا اللفظ مقارنة بما يحدث. بكل تأكيد، بكل تأكيد، اليوم الصومال أصبح دولة شقيقة محترمة يعترف بها العالم أجمع. الصومال اليوم أصبحت واحد أمن وسلام واستقرار واستثمارات في الصومال، ودولة ذات سيادة يحترمها العالم الخارجي بكل تأكيد. ونحن كنا للشعب الصومالي الشقيق كل الاحترام والتقدير، ولكن الشعب الصومالي الشقيق مر يعني بحروب أهلية، إلا أنها مقارنة بما حصل في الصومال، فما حصل في اليمن لا يقارن بما حصل في الصومال على مدى عقدين من الزمن. طيب هل تعطلت يعني الآن عندما نجد أن الناس بهذا يعني بهذا الوضع، هل تعطلت عندهم الوسائل التي يقاوموا فيها؟ هل فقدوا هذه الحيلة بسبب وحشية وقمع الحوثيين وطريقة تنكيلهم؟ يعني هل نجح الحوثيون في إرهاب الناس وإقناعهم بالصمت؟ لا، لم تنجح جماعة الحوثي إلا نظرا لوجود الخلافات السياسية المتواجدة داخل صف الشرعية اليمنية. الآن صحيح أن الحوثي ينتهج سياسة الترهيب وسياسة القمع من أجل أن تكون هذه المناطق، مثلا ما حصل في حجور، لماذا جماعة الحوثي مسألة تفجير البيوت وما شابه، مسألة تفجير البيوت ومسألة أيضا قتل الأسرى وما إلى ذلك في منطقة حجور، لكي يكونوا عبرة للقبائل الأخرى في بلاد حاشد وصعدة وعمران وأيضا مناطق أخرى في لهنو وما إلى ذلك. من أراد أن يخرج، لأن الحوثي يعرف جيدا أن هذه المناطق التاريخية هي التي تسقط الإمامة وهي التي توصل الإمامة إلى عاصمة صنعاء وتساعد الإمامة، وبالتالي هو كان يريد أن يوصل درس لأبناء القبائل في المناطق الشمالية بأنه من أراد أن يخرج ضد جماعة الحوثي فسيكون مصيره مثل مصير أبناء حجور. وأيضا ارتكبت جماعة الحوثي جرائم أخرى سواء في الحشا أو في مناطق أخرى. صحيح أن جماعة الحوثي تستخدم هذا الأسلوب القمعي من أجل إرهاب الناس، لأنها جماعة إرهابية، والجماعات الإرهابية مثلها مثل تنظيم الآن حركة الحوثي مثلها مثل تنظيم القاعدة، مثلها مثل داعش، مثلها مثل أي جماعة دينية ميليشاوية تؤمن بلغة العنف. وبالتالي جماعة الحوثي هي تعرف جيدا أنها لا يمكن لها البقاء إلا في ظل العنف، في ظل اللا دولة، في ظل اللا استقرار. إذا كان هناك نحن الآن نعيش مرحلة اللا دولة، والجماعة الميليشاوية الآن تعيش يعني الآن من 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 يعني من مصلحتها أن يكون هناك عنف، وأن يكون هناك يعني عدم استقرار، وأن يكون هناك قتل وما إلى ذلك. وإلا لو كان هناك أمن وسلام كان الناس لن يقبلوا بهذه الجماعة الميليشاوية. لذلك أنا أكرر هذه العبارة، لا حل مع هذه الجماعة ولا سلام ولا استسلام إلا أن يكون هزيمتها عسكرية. نحن لدينا خبرة طويلة مع الإمامة، لقد تنبأ الزبيري في كتابه الإمامة وخطرها على اليمن، وقال بأن الخطر الذي يداهمنا اليوم ليس الثوار وليس الحركة القومية وليس تيار اليسار، بل أن الخطر الذي يهدد أمن وسلامة واستقرار الجغرافيا اليمنية هو الحركة الهاشمية الزيدية. وقال بأن هذه الحركة ستظهر يوما ما في العاصمة صنعاء، وسيكون هناك تدخل عربي وتدخل دولي بسبب هؤلاء. هذا ما قاله الزبيري في ستينات القرن الماضي. دعنا ننتقل إلى اتصال دكتور، اتصال آخر مع السيدة هديل عصام الناشطة في المجال الإنساني من صنعاء. السيدة هديل، إذن
الوضع في اليم في العاصمة صنعاء، أنت هناك، انقلي لنا الصورة التي ترينها، ما الذي يحتاجه الناس؟ ما هي أبرز أولويات الإنسان اليمني في صنعاء هذه الأيام؟ مساء الخير. تكلمنا عن حكاية الاحتياجات الخاصة بالمواطن اليمني، فهو غالبا في الفترة الأخيرة محتاج أنه التجار يرحمونا شوية، خصوصا أنه سعر الدولار هو عامل مساعد أعرف، ولكن وصلنا لمرحلة أنه سعر السلعة ترتفع ولكن سعر الصرف يرتفع وينخفض، ولكن سعر السلع يظل مرتفع باستمرار. هذا ما يخص الجانب الاحتياجات، ولكن هناك أشياء أخرى نحن محتاج، يعني المواطن محتاج له بشكل أكثر، في جانب الصحة وجانب التعليم بكافة الجوانب. نعم. طيب، من خلال معايشتك للناس الآن، ما هو مستوى، يعني إن صح التعبير، القبول بالوضع الذي هم فيه؟ الآن نقدر نقول إنه أصبحنا بفترة الطبقة الوسطى انضم للطبقة الدنيا، خاصة إنه موضوع الرواتب، موضوع الأسعار، موضوع هذا ما يخص الأسعار، لأنه هي الأشياء الأكثر تأثير على المواطنين. نسبة القبول والرفض، الشعب ككل تقريبا دون استثناء، أو نقدر نستثني الطبقة العليا، إنه هو غير متقبل للوضع، لأنه إحنا الآن حتى كموظفين عندنا وظائف، عندنا رواتب، الدخل مش كافي ان احنا نعيش حياه سويه. يعني الشخص اللي راتبه الى حد ما لو قدرنا نقول 100,000، يعني يا دوب ل 10 بالشهر 12 بالشهر مش قادر يكمل معه. فكقبول احنا مش يعني مش قابلين بالشيء اللي احنا عايشين فيه. طيب، بالنسبة يعني وأنت تعملين يعني ناشطة في المجال الإنساني، هناك حديث عن عادة عن دور المنظمات بهذا الخصوص، الإغاثية والمجتمعية بشكل عام، إلى يعني كيف تقيمين، كيف تجدين هذا الدور في صنعاء؟ بالنسبة لدور المنظمات كشكل ظاهر، دور المنظمات يبين للناس أنه شيء بارز، ولكن كأشخاص نزور مناطق متضررة أو أسر عند احتياجات أو كذا، نكتشف أن المنظمات لا تغطي كافة المناطق ولا تغطي كافة الأسر. غير كذا، في منظمات تأخذ الأشياء أو المساعدات ويتم بيعها بالسوق، فترفع تقارير للداعمين الخارجيين أنه عندنا عدد يعني بحاجة لكذا كذا من المساعدات، ولكن الأشياء على أرض الواقع للأسف يكون الربع، وما نقدرش نقول النص، الربع أقل من النص. هذا ما يصل دور المنظمات الآن، ها يعني هذا ما يصل فقط؟ أنا ما أتكلمش ككل المنظمات، ولكن بالغالب يعني في مناطق تغطى بأكثر من أكثر من جهة، وفي مناطق لا تشمل الجهات الأخرى. يعني الآن نلاقي أسر تحصل على 3 إلى 4 سلات غذائية من أكثر، إذا تكلمنا على جانب المساعدات الخصوص التغذية، وهناك أسر للأسف ما حد عارف فين مكانهم، بنفس الوقت يكونوا يعني متجاورين بالمناطق، ولكن سوء المسوحات الميدانية أو عدم التجديد أو عدم النظر إلى المخططات الموضوعة بشكل مستمر هو يؤدي إلى هذه الإشكالية. طيب، في هذا السياق برأيك ما هي كيف يمكن تخفيف هذه المعاناة التي يعيشها الناس، يعني سواء الوضع الصعب، عدم وجود وظائف بشكل كبير، أو أيضا مسألة تعامل التجار بمسألة إبقاء الأسعار مرتفعة حتى بعد نزول سعر الصرف، أو أيضا الآن الخبر حول مسألة الجرعة السعرية فيما يتعلق بالمشتقات النفطية؟ بالغالب هو الحلول اللي دائما تقدم كمواطنين، صعب انه الكل يلزم الناس انهم يقاطعوا الشيء، خاصه انه احنا اليوم صحينا على جرعه جديد من الساعه 8 صباحا للساعه
واحد الظهر ارتفع سعر الدبة البترول من 5000 إلى 11000، فالفارق كبير. يعني نتكلم على حكاية أول شيء التنسيق بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بين يجب التنسيق بين المنظمات وبين المبادرات الشبابية. الآن نشوف دور المبادرات الشبابية يعني شغال بشكل كبير. الشباب للأمانة عندهم طاقة وعندهم قدرة رهيبة، غطوا احتياجات مناطق وأسر كثيرة، ولكن الشيء اللي هو أهم عشان إحنا نقدر نغطي أكبر عدد ممكن من الحالات، لازم إنه يكون في تنسيق ما بين المبادرات الشبابية والمنظمات والجهات الحكومية، بحيث إنه يتم مسح المناطق بشكل عام وإيصال مساعدة لأكبر عدد ممكن من المحتاجين. طيب بسؤال أخير لك سيدة هديل، فيما يتعلق بالمبادرات الشبابية، هل يمكن أن تذكري أبرز المحاولات أو نموذج لمحاولة معينة أخذت صدى ويمكن العمل يعني وفقا لها أو تكرار هذا النموذج يعني إذا كانت ناجحة؟ في عدد كبير من المبادرات شغالين بأكثر من جانب، يعني حقدرش نتكلم عن مبادرة معينة إنه هذه المبادرة تميزة، ولكن في شباب ناشطين بأكثر مبادرة، يعني خاصة من المبادرات اللي إحنا نشتغل فيها، يعني تلاقي أكثر الشخص مشترك بأكثر مبادرة. في مبادرة البنيان، مبادرة شبابية مستمر 9 سنوات، شغلهم في رمضان بس عبارة عن متجر خيري، الشباب عددهم هائل ونظامهم بالعمل جدا كويس. في فريق هذا ما يخص ملابس العيد، في فريق يسمى أستراليوم واحد، هو فريق بالغالب بعيد عن موضوع السوشيال ميديا لأنه فكرته هو خير بدون شعارات وأشياء، وأنا أعتبر عضو من ضمن الأعضاء أو الأفراد الخاص بالفريق. هنا بالغالب نحن شغالين على موضوع الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص اللي عندهم احتياجات، دار المسنين أو أيا كان احتياجهم، فهذا نلعب فيه ما يخص الجانب النفسي. كنا بدينا بفريق ظللهم بحيث أنه نشتغل بجانب ترميم وإصلاح منازل، ولكن للأسف الأوضاع الراهنة خلى الفريق أنه يتوقف بنقطة معينة، خاصة أنه كان الفريق الأول في اليمن اللي يتكلم أو يستهدف موضوع ترميم إصلاح المنازل، ولكن كانت فكرته مش المنازل المستهدفة من الحرب، ولكن كان فكرته استهداف المنازل الخاصة بأصحاب الدخل اليومي. في فرق كثيرة، ولكن يعتمد كل فريق على النشاط اللي يقدمه، لكن مجهود الشباب للأمانة شيء يشهد له الجميع. أشكرك الناشطة في المجال الإنساني هديل عصام، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك دكتور، الوضع الصعب في هذه العاصمة وفي مناطق سيطرة الانقلابيين عموما، وقد أشرت إلى كتاب حنا أرندنت تفاهة الشر، من يتحمل مسؤوليته برأيك؟ طبعا الذي يتحمل المسؤولية هو الذي اقتسم السلطة وقام بالانقلاب على دولة شرعية معترف بها من العالم أجمع، وأسقط شرعية البلاد وأسقط مؤسسات البلاد، وأدخل البلاد في أتون حرب أهلية، وأدخل العالم كله الآن داخل المنطقة. الآن تصفية صراع، الآن تصفية حسابات على أرض اليمن بسبب هذا الانقلاب، تصفية حسابات إقليمية، تصفية حسابات دولية بسبب جماعة الحوثية الانقلابية. وبالتالي من يتحمل المسؤولية الكاملة القانونية والأخلاقية والدينية والوطنية هو جماعة الحوثي، ومن يلف في يعني معها، ومن منعها معها في داخل العاصمة اليمنية صنعاء، بما في ذلك الذين هم لا زالوا تحت رحمة جماعة الحوثي من المؤتمر الشعبي العام، سواء كان احد الرعاة او اعضاء مجلس البرلمان. ينبغي ان يتحرك البرلمان اليمني الان في الوقت الحالي من اجل انهاء الانقلاب. البرلمان اليمني الان بسبب يعني انقسامه هو الذي اوصلنا الى هذا الحال. لكن انت الان يعني اشرت الى شخصيه مثل يحيى الراعي. يحيى الراعي في وقت في لحظه من اللحظات قام طيران التحالف بقصف استهدف أحد أبنائه، هل يمكن أن يحدث بشكل أو بآخر لهؤلاء أن يخرجوا أو أن يصطفوا مع من تسبب بمقتل أولادهم؟ طبعا نحن الآن التحالف العربي ارتكب جرائم لا ننكر ذلك، ارتكب جرائم ضد الإنسانية في اليمن لا أحد ينكر ذلك، وهي موثقة في المنظمة الدولية، ولسنا بحاجة الآن حتى نوضح هذه الجرائم. لكن نحن من الذي أتى بهؤلاء؟ من الذي جاء بالتحالف العربي؟ من الذي جلب لنا هذا الشر؟ من الذي جلب لنا هؤلاء حتى دخلوا الآن ويصفوا حساباتهم داخل اليمن؟ أليس هو الانقلاب الذي قاده علي عبدالله صالح الراحل صالح وجماعة الحوثي، هم من انقلب على الدولة اليمنية،
وهم من أوصل إلى هذا الوضع، وهم من أدخل البلاد في هذه الحرب الأهلية. وبالتالي جماعة الحوثي تتحمل الآن في الوقت الحالي بالنسبة لصالح انتهى، ولا انتهى من نظام صالح يعني وإلى الأبد. أما الآن من يتحمل المسؤولية هو جماعة الحوثي، وبالتالي لا حل ولا خيار وإنهاء ولا يمكن أن ننهي الأزمة الإنسانية إلا بإنهاء الإنقلاب، وإلا فستستمر هذه المجاعة والفقر وما إلى ذلك. والمنظمة الدولية تكلمت بأنه أكثر من 85% من سكان البلاد يعانون من الفقر، أكثر من المنظمة الدولية، وكالة المنظمة الدولية بأن اليمن يعني يمر بمرحلة بأنه يمر بأكثر كارثة أو أكبر كارثة إنسانية على مستوى الكرة الأرضية هو في الجمهورية اليمنية. هذا هو جماعة الحوثي، وهذا هو الوجه الحقيقي للإمامة التي تكلم عنها الزبيري في كتاب الإمامة وخطرها على اليمن. نحن اليوم كنا نستمع من أجدادنا وآبائنا عن, عن, عن الإمامة وكيف كانوا يمرون بمرحلة الفقر والجوع وما إلى ذلك. نحن اليوم نعيشه ونشاهد بأم أعيننا ونرى جماعة الحوثي ومن يلف في فلكها كيف يذوق الشعب وكيف يذوقون المر والجوع وما إلى ذلك. إذن في ختاما أنا أؤكد لك بأنه اليمن سينزلق إلى مرحلة أكثر من ما هو حاصل الآن، سيكون هناك الفقر والجوع أكثر مما تتصور أنت إذا لم يتم إنهاء الإنقلاب في أقرب وقت ممكن. في ذلك الوقت دكتور، حتى نعطي للناس صورة من التاريخ، كيف تعامل الثوار في ذلك الوقت مع الوضع الذي عاشوه؟ كيف كان يمكن أو كيف وصل بهم الأمر إلى الخروج بذلك الشكل الذي رأيناه في 62 وما شابه؟ طبعا الناس عندما وصلوا إلى كان هناك العقلاء من كان من أعوان الإمام من أبناء القبائل كانوا ينصحون الإمام وكانوا يقول لابد من إصلاح الوضع، لابد من إدخال التعليم، لابد من إدخال الصحة، لابد من مساعدة الشعب اليمني، لابد من تمكين الطبقة المتوسطة والفقيرة من كيات دفة الحكم في هذا البلد المنكوب، وأن تكون هناك وأن تكون أنك أن تكون أنت رمز يعني للبلد. رفض كل الحلول، رفض كل الوساطة مثل جماعة الحوثي. وعندما الناس وصلوا إلى قناعة أبناء القبائل بأن هذه الطبقة لا يمكن لها أن تستمر في الحكم، الآن هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى أصطفاهم ليكونوا أئمة على أبناء اليمن، وما على أبناء اليمن سوى التضحية بأرواحهم ودمائهم وأموالهم من أجل أن تعيش هذه العصابة السلالية في الحكم والآخرين إلى جهنم وإلى الجحيم. هذه هي الثقافة الأيديولوجية التي كانت مسيطرة على الإمام في الستينات ولا زالت مسيطرة على جماعة الحوثي والهاشمية السياسية التي تحركها من خلف الستار، لا زالت هذه العقلية وهذه الأفكار الدينية التي اكتسبوها من كتب عبد الله بن حمزة والرسي والهادي وما إلى ذلك حتى اليوم. وبالتالي عندما وصل أبناء القبائل ووصل أبناء الطبقة المتوسطة والفقراء في ذلك الوقت وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن أن ننهي هذه الأزمة الإنسانية إلا من خلال القيام بثورة مسلحة ضد هذا النظام، ونجحوا في ذلك. وصحيح أنه استمروا 8 سنوات لكن خرجنا من حكم الإمامة ورأى الشعب اليمني النور وخرجنا إلى التعليم وإلى الجامعات. أنا كنت من أبناء القبائل، ولو لم يكن هناك يعني لو لم يكن هناك ثورة 26 سبتمبر كنت اليوم أنا مجرد عقفة أمام أبواب الإمامة. هي اليوم الإمامة أخرجت أكثر من 2 مليون طفل يمني من المدارس، اليوم حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية، وحولت المستشفيات مثل ما حول الإمام يحيى المستشفيات التي ترك الأتراك في 1920 حولها إلى سجون وحولها إلى أماكن السكن. واليوم جماعة الحوثي تحول الأماكن العامة والمدارس إلى ثكنات عسكرية وإلى أماكن لتخزين الأسلحة وما إلى ذلك. لذلك مهما حاول الحوثيون أن يفرضوا سيطرتهم والأمر الواقع، لكنهم في نهاية المطاف هم يعرفوا جيدا بأنهم سيخرجون من السلطة وهم صاغرين، شاءوا ذلك أم أبوا، وهم يحسبونه بعيدا ونحن نراه قريبا. أشكرك دكتور عادل دوشيلة الكاتب والباحث على تواجدك معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.